الفريق الثاني وبعدين بشرح للجمهور شو يعني مكان متغير عشان تأثر على علامات الجمهور. هلا الفريق الثاني تفضلوا شخصين. شخصين. طبعا معاكم بين دقيقة لدقيقتين قد ما بدكم انتم بامكانكم تنهوا خلال دقيقتين. الشخصيات: صاحب مصنع وعامل. عامل مذكر مش مؤنث. صاحب مصنع وعامل. الموضوع: ساعات عمل إضافية. ساعات عمل إضافية. تفضلوا. ايش اللي بتحكي؟ انت مش بنتي قلت لك. ايش قلتلك؟ لسه احنا انا متفق معك. بس انا قلت ساعتين بعد ثمان ساعات. بس حرام عليك، انا اشتغلت سبع ساعات. اعطيني وجهك لو بدك تشتغل كمان ساعتين. انا حكيت لك من اول ما اتفقنا في بداية شغلك. بس انا صح ولا لا؟ قلت لي صح، بس انا بدي وجهتي. ما في شيء لك قدرة هلا. زي ما بحكي معك. اعطيني حقي. ايش؟ اعطيني حقي. ايش حقك؟ اجرتي. حقك كمان. انا متفق انا وياك قلت لك. لا ما متفق، اعطيني اجرته بس. ما في شيء لك قدره ولازم تشتغل عندي ساعتين. في لي اجره اعطيني اياها. قلت طبعا. بس وين اتفاقنا اللي كان؟ اتفقنا وخلصنا. ما بصير. لا. بدي ارفع عليك قضية انا. لا لا لا. وانا بدي اشوف نقابة العمال. أرجوك وأنا بورجيك رح أخصم عليك كمان ساعتين زيادة. أرجوك لا بدك تلتزم بالاتفاق اللي أنا اتفقت فيه معك. بس أنا بدي أجرتي وقلت لك بدي أطعمي ولادي والدنيا رمضان. ولادك رمضان؟ هي هل في جمعيات هون في إفطار جماعي؟ لا بس أنا بدي حقي. بدي حقي. أعطيني حقي. ما في لك حق عندي. لا أجرتي. روح على الإفطار الجماعي وبس. لا أنا بدي أجرتي. ما في أجرتي. غصب عنك. أنا في ناس بياخدوا حقي منك. حقك؟ وإيش هو حقك لعندي؟ أنت ما في لك عندي حق. أنا متفق أنا وياك ولازم تشتغل الساعات اللي اتفقنا عليها أنا وياك. وبس. ما في شيء غير هيك. طيب من فضلك أعطيني اللي بدك إياه وخلص ريحي. بدك تشتغل زي ما أنا قلت لك في البداية. طيب أنا راضي أعطيني اللي بدك إياه خلص. كثير منيح. شكراً لكم. طيب على هذا التمرين كان في نقطتين، النقطة الأولى على التمثيل والنقطة الثانية على النص. الستاتس يعني إنه الشخص بيكون أول شيء يعني شايف حاله في موقع قوي والثاني بيكون في موقع ضعف. الستاتس متغير إنه الضعيف بيصير قوي والقوي بيصير ضعيف من خلال التمثيل بدون ما نشعر. بيصير قوي ضعيف وضعيف قوي بناء عليه اللي بتعطوه الجائزة هو مين بتفكروا الأفضل؟ البرتقالي أو الأبيض؟ البرتقالي أو البرتقالي؟ البرتقالي الأبيض أو الأبيض؟ رح نعد. البرتقالي. البرتقالي. البرتقالي نقطتين. إذا هلا الفريق الأول تفضل البرتقالي عندي وخذوا. اللعبة الثانية اسمه حوار من كلمة واحدة. حوار من كلمة واحدة. نبدأ بالفريق البرتقالي. فريق قلقامش تفضلوا. شخصين. المباراة التالية حوار بين شخصين. لازم الحوار يكون الجملة تكون مكونة من كلمة واحدة فقط. إذا كان كلمتين بيخسروا مباشرة. أي واحد بيغلط دغري بيخسروا. هلا الشخصيات، ركزوا على الشخصيات. الشخصيات رجل وامرأة. رجل وامرأة. الموضوع: مشادة كلامية حول لباس الزوجة. ما
الحوار كلمة واحدة فقط، نقطتين، الزمن من 1 إلى 2 دقيقة. مين الزوج؟ مين الزوجة؟ الزوج، الزوجة، الزوجة، الزوج. طيب نبدأ؟ نبدأ. سائق سيارة. والثاني هو راكبة، امرأة يعني. الموضوع الراكبة تريد أن تصعد إلى السيارة ومعها دجاج. حامل معها دجاج لتطلع على السيارة. حوار من كلمة واحدة ماكسيموم دقيقتين. تفضل. جرب مع الباء مظبوط قديش بس ليش ريحه تكرار تحمل يلا ايش مش بحاجة للجمهور، أخذوا العلامتين. برافو، كان في تركيز قوي. هلا تفضلوا، سؤال لكم، سؤال رقم 3. اختار لك واحد، أي نعم. سؤال رقم 3، إعادة تشكيل تمثال. إعادة تشكيل تمثال، بدي شخصين من مجموعة جامعة دير زيت، بدي شخص من مجموعة المعلمين. طيب المباراة التالية، الفريق الثاني بدي يعمل تمثال. الفريق الأول زميلنا بدي يحاول يشرح لزميلته بالضبط شو عم بيشوف، وبدها تحاول تشكل نفس التمثال اللي موجود وراه. لو سمحت تقدمنا قدام بدون وش. هاي نعم تقدمت كمان قدام. تفضل تقدر تبدا تشرح معك ماكسيموم دقيقتين. ماكسيموم دقيقتين. فريز الأول. فريز. نبدا. مددي على الشمال بالضبط على الارض، خذ الشمال جنب الشمال على الارض، مد حالك كلك على جنبك الشمال، مددي
بعيد يا عمر على جنبك شمال البلدين. البطن والصدر على الارض. الاجرين الركبه اليمين والشمال مقدمه الركبه على الارض. يعني بده يكون الوسط من الجهه التحتيه لف شوي اكثر من البطن والصدر. بعيد يا عمر المدلع الشمال الجنب تبع البطن والصدر هو جنب الشمال على الارض بالضبط. يعني جسمك مستوى جسمك للاعلى. هلا كمان مره الاجرتين مش بالضبط على يعني هم الركبه المقدمه لليمين وللشمال على الارض. اجرك الشمال خلي مقدمتها على الارض والكعب عمودي للساق. اجر الشمال اصابع بطن الاصابع على الارض بطن الاصابع على الارض والكعب رح يكون للاعلى. هلا اجر اليمين ارفعي اللي هو الساق اللي هو الساق يعني الركبه للقدم ارفعيه وحطي اجر قدم اجرك اليمين على كعب اجرك الشمال. اجرك قدم اجرك اليمين على كعب اجرك الشمال اللي هو كان فوق. هلا انقلي على ايدك ارفعي منطقه الكتف شوي وخذي كوعك على الارض يعني كوعك. ستوب خلي محلك خلي محلك. الجمهور اطلع واتذكر الجمهور اطلع واتذكر. ستوب معلش معلش هلا خليكم زي ما انتو. مين بيقول بتضيع لهم نقطتين بيرفع كرت من كرتين كرت المتقالي. هل بيقول نقطتين يرفع كرت كرت الابيض كرت الابيض نقطتين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شكرا. هل يقول نقطة واحدة بيرفع الكرت المتقالي نقطة واحدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أكثر. هل يقول ولا نقطة يرفع الكرت أو يرفع كرت واحد ولا نقطة ولا نقطة. إذا نقطة واحدة فقط شكرا جزيلا. نقطة واحدة فقط نقطة واحدة للفريق الأبيض. هلا نعمل نفس الشيء مع الفريق الثاني. تفضلوا واحد منكم واثنين من هناك. تفضلوا شخصين. بس تفرز تبدا. نبدا. شبك رجليك وتربعها على الارض. شبك رجليك. ظهرك للامام مع راسك. ظهرك مع راسك للامام. ممنوع تحكي ابدا. التلفاز ما يحكيش. شبك الاصابع مع بعض. شبك الاصابع مع بعض. كوعك كله مع كفة ايدك بده يكون على الارض. وراسك بده يكون بعيد عن ايديك. يعني 10 سم. اجرك الشمال بدها تكون فوق اجرك اليمين بس بشكل زاوية. الشمال على فوق اجرك اليمين زاوية وانت على الارض. ظهرك للامام وايديك مشبكين. صوابعك مشبكين. سمحت يا جماعة. راسك بعيد شوي عن ايديك بس 10 سم. ايدين مش كثير قرب على بعض. الكوع مع الساعد بده يكون على الارض مشبكين. يعني راسك بده يكون بين ايديك وقريب كثير على مستوى
كفال إليك. اوكي خليك فريز. جمهور طلع، جمهور طلع. هل يقول نقطتين؟ يرفع كارت الثاني. هل يقول نقطة واحدة؟ يرفع كارت الأبيض. اللي يقول ولا نقطة يرفع الكارت الدقاني كمان مرة. ولا نقطة. نقطة واحدة مع انه مع انه الغالب علي انا الحكم بقول ولا نقطة. اسمحوا لي انا مجبور اتدخل هون ولا نقطه متاسف. بتدخلوا معي انا بعطيكم كمان فايل نقطة ديروا بالكم ما حدش بتدخل فيها انا الحكم. اللي بيجي لعنده هون بعطيه ماينس واحد دغري. معلش المرة هاي اسمحوا لي شوي، رجاء الجمهور احكموا بصدق. انا هلا بعطي النقطة بس مرتي الجاية رجاء احكموا بصدق. طيب هلا بعطيكم النقطة بناء على حكم الجمهور. معلش معلش طيب ما تروحش بس رجاء احكموا بصدق. تفضلوا هلا المجموعة. سؤال رقم أربعة، سؤال رقم أربعة، سؤال رقم أربعة اسمه اللسان المربوط. اللسان المربوط هو عبارة عن شخصين لسانهم مربوط بيصير حوار بيناتهم. تفضلوا. سؤال أول لإلكم، المدة من 1 إلى 2 دقيقة. المكان دكان أقمشة، بإمكانكم تاخذوا كل سيرتكم. المكان دكان أقمشة. الشخصيات زبون وصاحب دكان. عدد النقاط نقطتين. نبدأ. الشخصيات زبون وعامل في المطعم. عدد النقاط نقطتين. ممكن نبدأ. ستار.
الساعة هي السادسة مساء، الساعة 6 مساء. الشخصيات انت بتحددوها، والعمر اعطونا عمركم الاول. 7 سنوات، 30 سنة، 20 سنة. ستارة يلا تأخرنا انا بدي
تدريني في ذاك هنا. شو كان شو؟ من نخلص نطلع لسه أول. مش طالع. ابنك هذا؟ ابني الله يخليك. هذا صغير؟ هذا الصغير. الله يخليك. شو تسلم. مش طالع. أنا مش حاكي. ساكنين بالحرم. شوفكم ساكنين هناك. بعد عمامة. بعد عمامة. فريز! بعد 30 سنة. بس لا تعمل الخسارة يا محبيبتي. ايش الاشي اللي بدك اياه؟ حلقوني يا محبوب. طب تعال ابو، انا عندي سكري وعندي ضغط، ما بينفعنيش الحلقوم. ما ينفعش. ما هذا عمي ابوي طبق، ايش بدك اياه؟ سويت علينا. ازيكم؟ فريز! بعد 50 سنة. لا حبيبي. تعني يا عمي. لما يقع الدكتور. ولا كيف عاد بلاحة بيش يطوي عياده لبها الموت. طبعاً هلا دور الجمهور يعطي علامات على الشخصيات بالعمر وعلى التمثيل. هل بيقول متقالي هيرفع كيف متقالي؟ ما شاء الله ما شاء الله. هل بيقول أبي هترفع الأبيض؟ السؤال السادس والأخير. صعب جدا، بحاجة إلى تركيز قوي جدا جدا. كمان الساعة ركزوا معنا بليز. تمرين اسمه الموت خلال دقيقة. الموت خلال دقيقة. تفضلوا الفريق الأول. شخصين. السؤال الموت خلال دقيقة. إذن العدد شخصين. مدة التمرين دقيقة واحدة فقط. الموضوع حلقة شعر سيئة للغاية. الموضوع حلقة شعر سيئة للغاية. الشخصيات زبون وحلاق. هلا اشرح للجمهور شو اللعبة. بيصير في حوار بين الشخصين. خلال الحوار واحد من الشخصين بدي يموت ماكسيموم خلال الدقيقة الأولى، يعني إذا كان مات بعد دقيقة وثانية بيخسر اللعبة. إذا مات خلال 55 ثانية بنشوف الفريق الثاني. هل بيموت خلال أكثر واحد قريب للدقيقة بيكون تقريبا هو الفائز. لسه بتعلق طبعا بالتمثيل. طيب رجاء أعطيني ساعتك بس تسمح لي. ممنوع المش لأنه أعطيني إياها. طيب نبدأ الارتجال. بس أقول ستارة الساعة بتشتغل. إذا الساعة دقت على الدقيقة ولسه ما حدش منكم مات تخسروا اللعبة. جاهزين؟ 2 3 ستار. بتعرف زي العادة بس ضبط لي من النص بتفرق. الله ينفع اليوم في عنده خطبة. استنى شوي. طب لف لي راسك شوي هيك لف شمال. والله هي خليها هي مسبوقه اسمح لي اياها اشقر والله اشقر. هاي احمر بيقول حاضر.
انا شايل احنا الدارة تركن عليك والله. طيب بس انت زحلي شوي هيك. ولك داني يا زلمه شمال هيك. معلش مين بقول لك؟ داني بقول لك. اي بس انت زحلي شوي هيك، دائما كثير غلبه انت معي. طيب طيب استنى شوي استنى. طيب الله يرضى عليك يا حبيبي. هذيك المرة خزيت باب الخطبة الأولى. اه والله رحنا نخطب قال وين شعراتك؟ طب بلف شوي هيك عمل. ولك بعدين ما حكيت لحظة بس أفرق لك إياها، نسيت أنت بدي أفرقهم مش عارفة أفرقهم. ولك هذا نكرني إياها نيجرو نيجرو هيك عم بدي مش ما بدي أفرقها هيك. بعدين ما حكيت لك إياها. استنى شوي وأنت مين؟ ستوب. للأسف الشديد ما ماتش خلال دقيقة. الفريق الثاني تفضل. لا لا قريب على الدقيقة. جاهزين؟ طيب الموضوع مشروع زفاف. الشخصيات ابو ام ابو مع ام بيحكوا في مشروع الزفاف افصل زميل الموت خلال دقيقه. ستار سمرة كيف حالك؟ ايش هو عمل شو تسوي؟ بدي احكي لك اكثر لك بس يعني خذلان شوي. يا الله ما انا وياك طول عمرنا اصحاب. لا يا ابو محمد في بيننا حكينا بدي اذبح. اسمعي انا معي القلب مستقريب بحياه الله ما تعصبني. تذكري حالك يا ابو محمد شبه يا ابي امه. الحمد لله. تذكري عيالي كيف هزم لما نروح على المنتزه ولا الشجره وابوك يجي ويحط اسمع انت على التخطيط هذا هذا. اسمع يا ابو محمد يا ابو محمد بدي اتزوج مره خلاص انت عصبني. بس هل انت اضعفني على بضل صادق؟ الفريق البرتقالي 2 3 5 7 7 نقاط. الفريق الابيض بير زيت 2 3 5 نقاط. اذا فريق المعدين هو الفائز. خليكم رجاء لحظة شوي. طيب معلش لو سمحتوا محلاتكم لو سمحتوا محلاتكم محلاتكم. طبعا زي ما حكينا في لكم هدايا للفريق الخسران والفريق الفائز. الفريق الخسران مش هدول لكم اكيد. الفريق الخسران كل واحد منكم بيحصل على تفضل الناس منكم ضميره برا عشان في لعبه جاي يجيبه على اساس تصور للعبه الجايه. لحظه شوي معلش معلش يعني خذوها بروح رياضيه. انت اول مره تدرب على الاشكال المسرحيه مزبوط اول مره كنتوا ممتازين. هذول ما تنسوش هذول تدربوا يعني سنتين في المسرح فهذول يعني كتيرين واربع سنين بتدرب اربع سنين يعني. طيب معلش عشان ما نتعرفش عليكم فلسطين اونلاين فلسطين اونلاين
هدية لكل واحد فيكم كارت كل صديقي 12 ساعة كل واحد 12 ساعة استخدام انترنت. تفضل كارت انترنت 12 ساعة كل واحد. شكرا جزيلا. تفضلي. الفريق الفائز بيحصل على 25 ساعة من بالستاين اونلاين. 25 ساعة. تفضل 25 ساعة بالستاين اونلاين. شكرا جزيلا. لسه 15. الفريق الفائز بيحصل على جائزة أخرى وبيطلع للمباراة النهائية كمان. الفريق الفائز كل واحد بياخذ كارت من كارتات الهول. تفضل كارت واحد كل واحد بقرانا شو فاز لو سمحتوا. كارت تفضلوا. لحظة شوي بس نوخذ الجميع. كارت واحد لو سمحت افتحوا. طيب شو هديتك؟ وجبة فرايد شمسين مقدمة من زعرور فرايد تشيكن بإدارة نبيل زعرور. اوكي طيب نضال تفضل. 20 ساعة إضافية من فلسطين أونلاين كارت إنترنت. فرايد تشيكن زعرور لشخصين. أيوة 25 ساعة إنترنت فلسطين أونلاين. مبروك. مطعم زرياء وجبتين عشاء بدل تسير ركاب. مبروك. إذا حدا بده يشتري قصة شعر ستاتي مقدمة من صالون وزيم عازر. مبروك. خذ مجالتك. طيب شكرا للفايزين. شكرا للخسرين. طيب هلا في معنا وصلة قصيرة مع الفنان عمر الجلاد. عمر الجلاد ستاند اب كوميدي مع زميله عمر الجلاد. تفضل يا عمر. مغلبني كتير ابو اسحاق. كل غيبة وراها مصيبة. وهديك اليوم قابله ثلاث اربع ايام. بقول له وين يا ابو اسحاق غايب هالغيبة هاي؟ قال لي هي الناس ما كماسة تحولك اعداد تكالي. اعداد تكالي؟ سبحان مغير الاحوال يا ابو اسحاق. يعني شو بتسووا الاعداد هاي؟ بقول لك جماعة فهمانين كد حالهم يعني.
أجحافهم. طب شو بيعملوا الفهملين هدول؟ وإنت شو بتعمل معهم؟ ببكى كاعد يعني بيقولوا كلام كبير. الكلمة مش زي الكلام، كلامك يا أبو العز. الكلمة بترشكها على الميزان بتنزل طن يعني. طب شو بيحكوا؟ فهمني شو بيحكوا. بنبكى قاعدين شو بدك انت؟ يا أخي اتعلم أنا. يعني بيحكوا عن الطبيخ، بيحكوا عن الأكل، بيحكوا عن الأدوات الكهربائية. هيك بطنك قاعد لك الأكل وطبيخ وأدوات كهربائية. ولا شو بيحكوا؟ يعني بلا مؤاخذة بنبكى قاعدين احنا. بيزعقوا العالم بنزعق معهم. بيسحجوا بنسحر. بيقولوا بنقول، بيقولوا اللي يقولوه أنا داري شو بيقولوا؟ كنا قاعدين في مدينة القمر، المدينة الجميلة أريحة، وكنا قاعدين في مكان عام. أجا واحد بيقولوا له أبو سياح لما الأباتشي الإسرائيلية ضربت مقر الشرطة. الناس القاعدين قالوا له وين يا أبو سياح؟ الساعة 11، أنت من 9 بتبدأ دوامك على القهوة. قال لهم والله الليلة ما نمت أنا. طب ليش ما نمت يا شيخ؟ والله بقيت بدي أنزل الطيارة تبعت الطيار هذا. تنزل الطيارة؟ بنزل أبوها كمان. طب كيف بدك تنزلها؟ قال بقدحها كرسي بلاستيك. كرسي بلاستيك بنزل طيارة؟ اي ولا بيجي معابطة بالفراش ما هو. طب كان ضربتها يا شاطر كرسي بلاستيك؟ قال ما هو ضربة الكرسي عندي على 100 متر، كان الطيار طاير على 110. هلا هون ابو سياح استرد الفلسطيني، استرد المشهد. ما خلصش، ناس مبدعين موجودين على الرصيف هدول. قال هو بالكم نزل ل 107. قالوا له فيها خير. نزل ل 105. تمام. نزل ل 102. ضربت الكرسي عنده قديش؟ 100. نزل 100. قال له ابو النمر ضربتها؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له كانت فوق ظهرك اسقطها عليه. يا بناتي ويا ابنائي، اجى واحد مره بده يكذب على ابو العز، وبتعرفوا ابو العز خياله رحب يعني. فهو قامر بنفسه اجى يكذب ابو العز. قال لي مش داري يا ابو العز اني مرقت من شارع الانسان يوم السبت الساعه 11 عن ارض جرده. ارض ايش؟ ما فيش، مش مبني عليها ولا اشي يعني. مرقت الساعه 11 رجعت يوم السبت، مرقت رجعت يوم الاربعاء لقيت عماره مبنيه على الرابع. قال له هذا يا بني انت مش شايف اشي في الدنيا. انا مرقت من نفس شارع الارسال الساعه 11، رجعت الساعة 11:10 لقيت عمارة مبنية على السادس، وصاحب العمارة برمي عفشات واحد من الطابق الرابع مكسور عليه 6 أشهر أجرة. مرة أبو العز راح يركب المشكلة إنه بيقول الشغلة سامعين، بيقول الشغلة وبيصدقها. وكيف بيصدقها؟ لما انتوا بتصدقوها انا خايف انتوا تصدقوها. مرة كان في احتفال يركب سماعات، فاجى واحد عليها ابو العز قال له مرحبا. قال له اهلين. قال مين المسؤول هون؟ اطلع ابو العز قال له انت شايف حدا غيري يعني ولا شكلي مش مسؤول انا؟ قال له طيب شو الطريقة اللي بتشتغلوا فيها؟ قال له احنا في التقنيات الصوتية حارسين كل الحرص ان نواكب كل ما يستجد في هذه التقنية العظيمة، ونعمل بنظام الكي بي ال الذي طور في انجلند. هلا هذاك الطرف الاخر كان مستوعب اللي بقوله انا وبسوي وانا مش مستوعب اللي انا بقوله يعني. اي غريب الامر. فانا بقوله الكي بي ال الفريكونسي المبعثر الذي يستلقي على اذن المتلقي بنظام السي بي اتش. قال لي يا سلام انا سمعت عن هذا البرنامج في انجلند، لحق يوصلكم لفلسطين؟ طلع سامع عنه. طيب لو كنتوا محلي شو بتسووا؟ بتصدقوا القصه هاي؟ ويمكن اصدقها انا مره. طالع يا بنات ويا شباب السياره ريحه من ريحه لرام الله، وبتعرفوا هذه مسافه طويله جدا وهي ما فيش طريق في الحواجز والمحاسيم هاي. انا اسميتها رحله البحث عن طريق. نحن نذهب لنبحث عن طريق، قد نجد الطريق وقد لا نجد الطريق. أنا جنب الشوفير جنب السائق، فكنت بدي أتسلى زي عادتي. أنا بحب أحكي كثير وأنا ما صدقت،
يا جماعة الطيبة مش هنأتي وحدي، وأنا بحكي لكم، فقلت للشوفير وأنا موجود هناك، قلت شفت تركات، يا سلام يا سلام، عشان نتعلم نفكر صح في الأمور ونراقب كل إشي، يا سلام يا سلام، الله الله عليهم زمان، هاي التركات، هو كل ترك ترك، ولا لا أخوي؟ قال لي مزبوط، قلت له ترك اسمعوني منيح، قلت له ترك مقنفش وشيلح على الطريق، ما كنت قوية، ولا بحكي غلط يا زين الشباب؟ قال لي مية بالمية، هلا في اللغة فش مقنفش ولا مشيلح. بكفي نظام السي بي اتش بالتراك، عندك نظام سي بي اتش بالمرسيدس؟ قال لي ما فيش، قلت له اطلب سي بي اتش بتطور اداء السيارات، قال بدي اشتري جديدة، وعدني تطلب سي بي اتش بالجديدة، قال لي موعدك، قلت له مبروك يا سلف، انا مش عارف شو السي بي اتش اللي موجود. شكرا لسيد عمر، شكرا لله. طيب كل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية، شركة فلسطين أوتلاين، رويات جعفر، زعلون باربيكيو تشيكن، مكتبة شاربين، محلات دروبس للعطور، مكتبة شو بدك، محلات الرائد للتجميل، مطعم زرياب، الوفير وسيم عازر، فندق ريكنو. شكرا. شكرا جزيلا. والآن مع القسم الثاني اتفضلوا الكلية التقنية ومعهد الطب. اهلا وسهلا. رجاءً نتأمل كمان مرة تكونوا بالحكم على اثنين، تعطوا العلامة اللي بيستاهل الكلية التقنية. والله جمهور كبير. طيب اسم الفريق الكواسر. الكواسر يحمل على اللون البرتقالي، والفريق الآخر إدوار سعيد، مجموعة الأديب إدوار سعيد تحمل على اللون الأبيض. طيب كمان الفريقين في عنا ست أسئلة، والفريق الفائز بيلعب مع الفريق الفائز من اللقاء الأول، هو فريق المعلمين. جاهزين نبدأ؟ مين بحب يبدا؟ بتحبوا تبدوا؟ انتوا؟ طيب نبدا السؤال الاول. تفضلوا. السؤال الاول. السؤال الاول التلفون المقطوع. التلفون المقطوع مطلوب للمجموعة توقف صف واحد، كل المجموعة لو سمحتوا. صف واحد حط بعضكم، وجهكم للجمهور. وجهكم للجمهور. صف واحد لو سمحتوا حد بعض. خليكم معانا لو سمحتوا. اللعبة سهلة كتير. هلا الشخص الأول راح يقرأ جملة. رايح مررها تمررها لزميلتها. الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة تحكي لنا شو وصلها. إذا كان وصلكم، إذا كان حكيت بالضبط الجملة بتاخذوا نقطتين، إذا ما حكيت بالضبط الجملة بتاخذوش ولا نقطة. بس مرة واحدة وبصوت واطي. أنا بعطيكي الجملة اللي بدك تقرأيها وتوصليها إلى زميلتك مرة واحدة. اقرأيها على طبق بدك، معك نص دقيقة تقرأيها. صعب شوية عشان هيك. احفظيها كيف؟ Thank you.
شو سمعتي؟ كنت أفتح شي كنت هنية. مش مظبوط؟ الجملة هي صار شوي. الجملة هي بلغة الجبرش. الجملة بلغة الجبرش ما هي؟ فكروا. طيب الجملة هي تنطاشي كنتاتي ها. تنطاشي كنتاتي ها. المجموعة الثانية تفضلوا. المجموعة الثانية كمان بلغة الكبرش. ركزوا منيح منيح منيح. مين بدها تبدأ؟ ركزوا معنا لو سمحتوا. لو سمحتوا لو سمحتوا في هدوء لو سمحتوا. مرة واحدة لو سمحتوا بس مرة واحدة. جملة طويلة جملة طويلة عشان خلاص اوكي نكمل. لا ترخي ذلك لو سمحتي. لو سمحتوا معلش معلش صعبة صعبة كتير. نعم شو سمعتي؟ الجملة هي اسمحوا لي شوي كانوا قريبين كثير ولكن شدوا. الجملة هي بورقاشو ما تنتا تي. بورقاشو ما تنتا تي. صفر صفر. معلش حافظوا على شوية هدوء لو سمحتوا. التمرين الجاي لو سمحتوا. التمرين الجاي اسمه بدون ايدين. بدون ايدين. تفضلوا الفريق الأول شخصين. بدكم كرسي؟ بدكم كرسي تفضلوا. بالنص هون لو سمحتوا. طيب أنا بختار الشخصيات والموضوع ركزوا معي الجميع. طيب العدد شخصين المدة بين دقيقة دقيقتين هني بيختاروا المدة بخلصوا بخلصوا مش مشكلة يعني. الشخصية فنان تشكيلي تشكيلي تشكيلة فنان تشكيلي. الموضوع كيف تعبر عن مشاعرك من خلال الألوان كفنان تشكيلي. ستارة جميع مشاعر جبتنا. جميع مشاعر والألوان والألوان طبعا يا جماعة
كمان ممكن تغير كمان شكل الكرسي مش هتخلي زي ما هو. طيب طيب العدد شخصين زمن التمرين من 1 إلى 2 دقيقة. حقدنا بدكم معك وقت وين بدكم تخلصوا مكسب دقيقتين. الشخصية مصمم أزياء مصمم أزياء الموضوع الموديلات الحديثة الموديلات الحديثة. تفضلوا ستار. بدي أحكي لكم اليوم أنا عن الموديلات الحديثة التي نزلت على الأسواق. في موديل اسمه شنوار وهذا ما تطلبه النساء في هذه الأيام. بالعربات اعطوا كل واحد حقه. اذا انتم بتقولوا